من هو برون سترومان؟ هو آدم شير، ولد عام 1983، التحق بالـ WWE في 2014 مع فريق عائلة وايت أو ذا فاميلي، لينفصل بعد ذلك عن الفريق ويلعب مباراة قوية فردية، أولها ضد رومان رينز الذي هزمه في بايباك، ثم هزمه في مباراة في بطولة كرات النار للمرة الثانية، إلا أن تحين له الفرصة ويلاعب بروك ليزنر ولكن يخسر أمامه، ويلاعب في العرض الأخير من هيل إن أ سيل ويخسر أمام رومان رينز، ولكن حقق بطولات في هذا العام وهي التاج تيم في رسلمانيا وصاحب الحقيبة في ماني إن ذا بانك من هذا العام أيضا. هذا هو برون سترومان الذي لم يحقق ألقاب كبيرة قط، ولكن ترى سوف يحقق أم لا؟ هذا ما سوف نعرفه عندما نتابع هذا النجم الكبير الذي أعتقد أنه سيقطع نجمه عما قريب ويصبح من أكبر لاعبي الـ WWE.